هلا والله فيكم بحلقة جديدة من قصص مرعبة. كالعادة عندنا لكم اليوم قصتين مرعبتين. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة عشان تشوفون اشياء رهيبة مثل كذا. وقبل ما نبدأ، اللي يخاف لا يكمل الفيديو. والحين خلونا نبدأ. أول قصة معانا بعنوان smile.jpg. قصتنا تبدأ مع كاتب سمع عن امرأة عندها قصة غريبة وحب أن يسوي معها مقابلة. في عام 2007 حاول كاتب أن يرتب لقاء معاها عن طريق زوجها، وافقت بشكل مبدئي بحكم أنه ما هو صحفي، مجرد كاتب حاب يجمع معلومات. لكن لسبب ما غيرت رأيها المرأة عن المقابلة وقفلت على نفس الغرفة ورفضت أنها تقابله. وجلس الكاتب مع الزوج لمدة نص ساعة خارج الغرفة يحاولون يهدئون الزوجة. يقول الكاتب أنها كانت تتكلم بشكل عشوائي عن أحلامها وكوابيسها، وكان من الواضح أنها تبكي، واعتذر الزوج منها لأنها ما تقدر تكمل المقابلة معه. هذه المرأة كانت واحدة من المئات من الأشخاص اللي أصبحوا في حالة هستيرية وغريبة بعد مشاهدة صورة غريبة اسمها smile.jpg. أي شخص ينظر للصورة تجي نوبة صرع، خوف، وفي حالات وصلت إلى الموت. ولا في أي مفر من هذا العقاب إلا عن طريق نشر الصورة، ولأن الصورة قديمة ترجع لشخص شافها في فلوبي ديسك، ما في أي أثر للصورة حاليا على الإنترنت. لكن المرأة هذه كانت واحدة من بين 400 شخص وصل لهم رابط عبر موقع غريب موجود فيه هذه الصورة، وهي الوحيدة اللي قررت أن تتكلم عن التجربة. البقية أما مجهولين أو يمكن توفوا. الكثير حاول أن يبحث عن الصورة الأصلية، وأيضا كثير من الأشخاص صمموا صور مزيفة في المنتديات المشهورة، حتى ويكيبيديا ما في أي معلومات عن الصورة، مع العلم أن في معلومات وصور لقصص مختلفة. لكن أي واحد يحاول أن يكتب عن صورة الكلب تحذف المقالة من الموقع. حوادث كثيرة من منتصف التسعينات بدأت لما انتشر إيميل عنوانه smile God loves you، يعني ابتسم إن الله يحبك أو إن الرب يحبك. والقليل اللي استلموه اعترفوا أنهم ما شافوا أي شيء بالإيميل ولا في أي دليل ثابت لوجود هذا الإيميل. وحادث آخر في عام 2001 لما عضو في منتدى بشكل مفاجئ اخترق المنتدى وغرق مواضيع وصور عن الكلب المبتسم. بعد حادثة المرأة بعام كامل أرسلت إيميل إلى الكاتب تعتذر منه عن التصرف، وأنها تعاني لمدة 15 عام بسبب الصورة، وأنها تحلم كوابيس تعطيها أوامر أنها تنشر الرسالة، بمعنى تنشر الصورة. حتى أنها قالت أن في أحد الأيام وصلها بريد يحتوي على فلوبي ديسك، بدون أي تفكير عرفت أن المحتوى هو الصورة. تقول أن كامل ممكن أن تعرض الصورة لأي زميل في العمل أو حتى زوجها، لكن صمدت لمدة 15 سنة وحاولت أنها تتواصل مع الأفراد اللي شافوا الصورة معاها، لكن بعضهم انتحر والآخر مجهول المصير. وختمت الرسالة بقولها للكاتب أنه يتوقف عن البحث في القصة ويكتفي بهذا القدر، خوفا من أنه يأتي شخص يتبع أوامر الصورة. وبعد شهر من قراءة الرسالة اتصل الزوج بالكاتب وأخبره أن زوجته قتلت نفسها، وبينما كان يجمع أغراضها وجد الفلوبي ديسك، وتذكر نصيحة زوجته بأنه يحرق الديسك، وفعلا أحرقه، وقال بأن الذوبان ما كان طبيعي للديسك وكأن حيوان يحترق. الكاتب اعتقد أنها مزحة من الزوج ونسى الموضوع، على الرغم بأنه قرأ خبر وفاته في الجرائد المحلية، لكن بدون أي ذكر بأنها انتحرت ترك الموضوع حتى ينشغل في دراسته. بعد عام كامل وصلت رسالة محتواها يقول لقيت بريدك وأنا أرسل لك إذا كنت مهتم بالكلب المبتسم، شفت صورة وما كانت سيئة إلى هذا الحد، أرسلتها لك وأتمنى أنك تنشر رسالة. بعدين بدأ الكاتب يوسوس مع نفسه، إيش بيصير لو فتح الصورة؟ وش يصير لو فعلا المرأة انتحرت؟ كيف صورة يكون لهذا التأثير القوي؟ عندي فكرة، لو قلت القصة للمشاهدين وحطيت الصورة عشان يشوفونها وتأثروا بها، هل بنقذ نفسي ولا لا؟ إيه الحين أقدر أوريكم الصورة. قصة الثانية بعنوان الكرسي المتحرك. في عام 1984 عاشت امرأة عجوز في بيت كبير وكانت في كرسي متحرك، خصوصا بعد وفاة زوجها لظروف غامضة.
كانت مضطرة أنها توظف ممرض يساعدها في البيت، ولأن البيت قديم كانت تحتاجها بشكل يومي عشان تصعد وتنزل من الدرج حتى يحملها للأعلى والأسفل. وفي أحد الأيام الشرطة تلقت اتصال من العجوز بأنه كان هناك في جريمة قتل في المنزل، ولأن هناك نقص في طاقم الشرطة ولأن الجريمة حصلت وانتهت، تم إرسال محقق واحد عشان يأخذ تقرير مبدئي لموقع الجريمة. وعند دخوله المنزل شاف جثة الممرض في الأرض ممزوع الرقبة، يعني رقبته مشيولة، والدماء تسيل في كل مكان. العجوز كانت في أعلى الدرج صامتة ومندهشة من المنظر، والاستنتاج الأولي للمحقق إنها مستبعدة من قائمة المتهمين بحكم وضعها الصحي وما تقدر تتحرك. كانت الجريمة أحداثها تشبه نفس الجريمة، أو خلينا نقول الطريقة اللي مات فيها زوجها، واللي كان مات مختنق وهو على الكرسي في غرفة المعيشة. أكمل محقق العمل، لبس القفازات، أخذ الصور وكمل عمل الروتيني لأي جريمة قتل. بعدها استاذن العجوز أنه يرقى فوق، لكنها أصرت بأنها كانت طوال الوقت فوق وما في أي شخص هناك فوق معاها. لكن المحقق كمل طريقه فوق وما أعطاه أي اهتمام لين ما وصل فوق. كان هناك ممر طويل وثلاث غرف في كل جهة. فتح الغرفة الأولى، ما لقى فيها شيء. فتح الغرفة الثانية، ما لقى فيها شيء. وبعدين جاء توتر المحقق وقام يمشي ببطء إلى أن وصل الغرفة الثالثة، وهي غرفة العجوز. فتح باب الغرفة، لكن كل شيء كان طبيعي. السرير وجنبه طاولة صغيرة عليها إنارة، ودولاب الملابس والجدران، كل شيء كما هو ومثل ما تتخيله في أي غرفة، يعني غرفة طبيعية ما فيها شيء. وبعدين قام يدور في الغرفة وهو مرتعب، لكن سبب أنه كان مرتعب مو أساس أنه لقى شيء يخوفه، لا، لأنه ما لقى أي شيء في الغرفة. وكانت هذه اللحظة هي اللي زادته خوف أكثر، وبدأ يمد يده على سلاحه. انتبه إلى تفصيل صغير ما حد لاحظه من قبل، التفصيل نفسه اللي غفلوا عنه حتى في التحقيقات السابقة في وفاة زوج العجوز. ما في تليفون في الأعلى. سمع صوت حركة، خرج من غرفة بسرعة وما لقى فقط كرسي متحرك فاضي. وهذه كانت القصتين المرعبتين لحلقة اليوم من قصص مرعبة. أتمنى تكون عجبتكم، ولا تنسون مرة ثانية أقول لكم اضغطوا زر اللايك، وأيضا اشتركوا بالقناة وادعمونا على أساس نبدع لكم أكثر بالمحتوى. يعطيكم العافية في المتابعة، كما أكون فهد الشيحة، مع السلامة.